هي هاي تحت روح اخرى. ان شاء الله ربي يرحمه وينعم الولاد. عمره 16 سنة قتلوا واحد اخر فرد عمر رويه بريسك الى حد يعني تلين فدور بالحديد ليسيت على قد ما حكينا على قد ما تكلمنا يا ولدي ردوا بالكم يا ولدي حلوا عينيكم شيء. تو انا كان نتكلم على السبب الحقيقي تنولي خايب تتقيم الدنيا وما تقعدش تنولي انا اخي بواحد يا ولدي. كي نقولوا للكلام الزايد في لي ريزو سوسيو راهو يضر راني مانيش قاعد نخلوض. كي نقول راهو لعيب دو فاسون جينيرال والعنف والعرك اللي في لي ريزو سوسيو راهو يضر راني مانيش قاعد نخلوض يا ولدي. راهو الباهي واضح والخايب واضح والخايب باب كان حليته ما عادش يتسكر. بالعربية اسمها المصائب ترقق بعضها. اش معناها؟ معناها كان انت اليوم عيب هكا كبرو يصير قدامك تتصدم غدوة يعاود يصير نفس العيب ما عادش تتصدم. اسمه تطبيع فاهمني. يولي يصدمك العيب اللي بعده واللي بعده لين وليو نعملو هكا لين وليو نقتلو في بعضنا معلم. ما تعرفش تربي ما تعرسش. راك كان تعرس وانتي ما تعرفش تربي باش تخرجنا مجرمة باش يقتلوا ولاد ناس متربين وتعبين عليهم ويعلم ربي سبحانه. جيبان الصغار والجربيع راهو حيوانيزم ماهيش فخرة الناس كل تعرف تعملو. اخويا التربية راهو باش يتربى منا ولا منا الصغير. تعرفش معناها؟ تفرحش برشا. معناها كما ربيتوش انتي راهو باش يربيه الشارع والشارع ما عاش كي قبل. نحنا تربينا في الشارع. انا واحد من الناس تربيت في الشارع. كي كان الشارع نظيف توا الشارع اخمج من الحبس. يعني كي ولدك يربيه الشارع راهو باش يطلع مجرم. عسوا على صغاركم وخاصة فيك المصيبة ذاك التليفون. راهو كل شيء فيه راهو كل شيء ولا عادي راهو ما عاش يصدمهم حتى شيء. راهي صغار عمرها 10 و12 سنة تشوف في حاجات ريتهم انا بعد 30 وصدموني فاهمين. يهديكم ربي. ربي يرحمه وينعمه.